نعم، إذا دعيني أبدأ بالجينوم. ما هي الفكرة؟ ما هي فكرة الجينوم المصري؟ طبعاً مثلاً جائحة كورونا، كورونا اختلف من شخص إلى آخر، من مجموعة إلى أخرى، منهم من يعني يأتيه المرض بشكل عنيف، منهم ما لا يأتيه بشكل عنيف. هذا بسبب الجين البشري، اختلافات الجين. إذا من الضروري جدا أن ندرس هذا الجين. مشروع الجينوم المصري ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو وجود هذه الجينات وهذه المعلومات بشكل كبير وتخزينها، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني هو لعلاج الأمراض. ففي المستقبل سيكون هناك ما يسمى بالطب التخصصي أو الدقيق، فيمكن علاج شخصين مختلفين أصيبا بنفس المرض، ولكن سيتم معالجتهم بطريقة مختلفة طبقا لجيناتهم. إذن يجب أن ندرس هذه الجينات. الشق الثالث هو دراسة جينات قدماء المصريين لمعرفة ما هي الأمراض التي عانوا منها، تاريخهم. هذا سيكون كشف ثوري حتى أثريا من الناحية الأثرية. إذن المشروع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المعلومات وإدراج المعلومات، ثانيا علاج الأمراض، ثالثا قدماء المصريين. لماذا سيكون هناك الكثير من الباحثين وسيكون هناك هذه المناقشات اليوم؟ لأن على الناحية الأخرى الإمارات متقدمة أيضا في هذا الموضوع. الإمارات أيضا تبحث وتعمل على الجينوم الإماراتي. إذن هناك مناقشة مصرية إماراتية اليوم، سيكون هناك عدد كبير من الباحثين، مثلا الدكتورة مريم مطر وهي رئيسة الجمعية الجينية لعلاج الأمراض، والدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي. إذن هذه المناقشة مهمة جدا لمستقبل البشرية، سيتحدثون عن كيفية العلاج الدقيق والشخصي، وهذا سيكون بمثابة ثورة. هذه طبعا مشاريع تأخذ الكثير من الأموال والكثير من السنين أيضا، يعني مشروع الجينوم المصري حوالي سيأخذ 3 سنوات. المشروع طبعا الحكومة تهتم به بشكل كبير، على الجانب الآخر أيضا في الإمارات هناك اهتمام كبير بالجينوم الإماراتي.